بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وبينا أن ظاهرة السؤال في العهد الأول للإسلام كان معناها أن الناس ألفوا أن يتدينوا للسماء، فأرادوا أن يجعلوا كل حركتهم في الأرض إسلامية، والأشياء التي كانوا يرثونها عن الجاهلية ولم يغيرها الإسلام أرادوا أن يقبلوا عليها، لا لأنها كانت في الجاهلية ولكن لأن الإسلام أقرها. وقلنا أيضا إن المسلمين التفتوا إلى الكون حولهم، لأن من الأشياء التي طالبهم بها القرآن أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأن ينظروا في آيات الله، وأن ينظروا إلى السماء، وأن ينظروا إلى النجوم، فكان من نتيجة نظرهم أن وجدوا اختلافا بين كوكبين اللي هو الشمس والقمر، فما مرت عليهم هذه المسألة بل أرادوا أن يسألوا عنها. السؤال إما أن يكون عن حكمة الخلق، وذلك يكون أمر طبيعي فيكون الجواب موافقا لما سألوه، الجواب موافق لما سألوه، ليه حكمتها إيه؟ قال هي مواقيت للناس والحد. وإن كان السؤال عن اختلافها واختلاف أشكالها باختلاف الليالي يكون الجواب دفع لما يأتي على الأذهان من أسئلة تتعلق بأسرار كونية لم يهيئ الذهن البشري إلى أن يفهمها، فيصرفه إلى المقصود منه، كالمنبه الذي ضربناه مثلا للولد. وقلنا إن كلمة مواقيت تعني جمع ميقات، والميقات هو الوقت، والوقت هو زمن محدد لعمل من الأعمال، هو الحركة لإحداث حركة. وقلنا أيضا إن الزمن قد يتحكم أو المكان يتحكم أو هما معا، فضربنا في ميقات الإحرام برابغ أن المكان هو الذي يتحكم والزمن يدور عليه، ففي أي زمن تأتي لهذا المكان تحرم. أي كلمة ففي أي زمن دلت على أن الزمن هو الذي يدور على المكان. وحين نقول شهر رمضان يبقى إيه؟ الزمن هو الذي دار، الزمن هو الأصل، والمكان دار حوله. في أي مكان يدركك رمضان فصمه. ومرة يأتي الزمان والمكان زي يوم عرفة، يبقى حكمه الزمن وحكمه المكان، يبقى الاثنين وإيه؟ يبقى مع بعض. هي مواقيت للناس والإيه؟ والحج. مواقيت للناس يعني ايه؟ نعرف بها شهر رمضان، مش كده؟ نعرف بها عيد الفطر، نعرف بها مثلا موسم الحج، حج اشهر ايه؟ معلومات. نعرف بها مثلا عدة المرأة، نعرف بها الاشهر الايه؟ الحرم. كل دي نعرفها بها. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى جعل عرفان هذه الاشياء بالهلال، وجعل فقط الشمس لتدلني في العين المرئية على اليوم فقط، وإن كان لها عمل آخر في البروج، البروج اللي يتعلق بها حالة الطقس والجو والعملية الزراعية وإلى آخره دي. ولذلك إذا قال جعل الشمس ضياء، ضياء والقمر نور. شوف الدقة الأدائية كيف يفهم الإنسان ضوء، لأن الضوء ده مضيء بذاته، إنما النور قد يكون منيرا بغيره. سبحان الله، منير بغيره. هو زي حتة حجر لامعة تأتي الأشعة الشمس عليها كده فتديك إيه؟ إذن هو منير يعني بغيره، النور مش ذاتي فيه النور. ولذلك ما تجدش لضوء حرارة، ولذلك يسموه النور الحليم، مش زي نور الشمس نور إيه؟ حراق، مش كده ولا لأ؟ يبقى الضياء يعني إيه؟ نوره إيه؟ ذاتي منه.
ولذلك حيجي يجعل الشمس سراج والقمر منير. شمس سراج يعني ايه؟ والسراج فيه حرارة ولا لا؟ فيه حرارة. انما القمر منير بس. القمر معمول منازل، الشمس معمولة بروج، ولذلك يجعل الشمس ضياء والقمر نورا. ما قالش وقدرهما، قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الله الله الله. يبقى عدد السنين والحساب جاي من مين؟ من القمر، مفهوم؟ ولذلك دلوقتي هو اذا ارادوا ان يضبطوا معايير زمنيه يعملوها بحساب القمر، يعملوها بحساب ايه؟ كل احوال الماء بالقمر. وجدوها اضبط من مين؟ اضبط من ايه؟ من الشمس. الشمس بتختل كل كذا سنة يوم، إنما القمر بخمسة أضعاف، ولكن الشمس جعلها ربنا بروج. فافهم الفرق بين منازل القمر وبروج إيه؟ وبروج الشمس. طبعا أنتم بتتصفحوا الجرائد وبتشوفوا برج الحمل مش كده؟ اللي هناك هم 12 إيه؟ 12 برج، دول لمين؟ للشمس. متعلقة بهم عمليات الزرع وعمليات الطقس وعمليات الجو، ولذلك تجد الزمن ما بيختلفش. الزمن الشهور اللي تيجي في البرد تيجي دايما في الايه؟ في البرد. ايه اللي يجي في الحر تيجي في الايه؟ في الحر. تيجي في الخريف تيجي دايما في الايه؟ الخريف. في الخريف، مفهوم؟ يعني ال 11 يوم الفرق اللي بين الشمس السنه الشمسيه والسماء القمريه هي دي اللي بتعمل ايه؟ دورة. بتعمل الدوره. ولذلك في التحديد التاريخي بالهلال ان عده الشهور عند الله ايه؟ 12. في كتاب من يوم خلق السماء والارض. ولذلك تجد منها تكاليف عباديه قلنا انها هي محسوبه بالقمر علشان تسيح المنازل القمريه في البروج الشمسيه، فياتي التكليف في كل جو وطقس من اجواء السنه. ما تصومش رمضان في صيف على طول ولا حر على طول، تبقى تتقلب. واللي في بلاد بارده لما يجي يحب يحج، ان كان الصائش ان كان الحج ما يجيش الا في الشهور الحاره، ما يقدرش بتاع البلاد البارده يروح الحار، وان كان بتاع البلاد الحر ما يروحش البرد. يبقى عملها كده علشان اللي جو يناسبه البرد يبقى يروح في البرد، واللي جو يناسبه الحر يبقى يروح في الحر، وده تبقى المساله ايه؟ دايره. تبقى المساله اذا. فالمنازل شائعه في مين؟ شائعه في البروج، شائعة. ولذلك ادي السبب في ان بعض العلماء يقول لك ده ليلة القدر دي دائرة في كل سنة، كل السنة يجي فيها ليلة قدر، طول السنة النهاردة يبقى ليلة قدر وبكرة ليلة قدر. ليه؟ لانه حسب سياحة المنازل في الايه؟ في البروج. سياحة المنازل في ايه؟ في البروج. البروج اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ تبقى المنازل للايه؟ للقمر. والبروج ويسمي والسماء ذات الايه؟ ذات البروج. وبرضه بروجه جعل الشمس ايه في برضه في تقدير الشمس البروج خاضعه لمين؟ للشمس. البروج اللي هي اسمائها لا تزال الى الان سريانيه، بتشوفوها انتم اللي جمعوها حمل الثور جوزة السرطاني مش كده؟ ورعى الليث يعني الاسد، برج الاسد. ورعى الليث سنبل الميزان عقرب القوس جدي دلو وحوت ما نقلنا عن أمة السرياني. يعني دول الايه؟ البروج الايه؟ البروج الايه؟ البروج ال 12 اللي انت بتشوفهم، حملة الثور جوزة السرطاني ورعى الليث يعني الايه؟ الاسد. النظم ما خلاش يقدر يجيب كلمة اسد فجاب مطرحها كلمة ايه؟ انما هو اسمه برج الايه؟ ورعى الليث سنبل السنبله الميزان عقرب القوس العقرب والقوس جدي دلو وحوت ما نقلنا عن امه السرياني. يبقى دي هي الايه؟ هي الايه؟ البروج. فاعلم ان المنازل للقمر وان البروج الايه؟ للشمس. وافهم ان لله في البروج اسرار، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى جعلها قسما له حين يقول والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج، يبقى دليل على ان البروج دي فيها ايه؟ فيها كيان الطقس والجو والعمليه بتاعه التبخير والتكثيف والمطر والى اخره، كل دي يبقى والسماء ذات الايه؟ ذات البروج. وبعدين ادي بقى عرفنا البروج خاضع للشمس والمنازل خاضع للايه؟ للقمر. والنجوم بقى أهيديا اللي بيقول فيها إيه؟ فلا أقسم بمواقع، اسمها مواقع. يبقى لما تيجي للشمس قول إيه؟ بروج.
ولجل القمر نقول ايه؟ منازل. وللنجوم قول ايه؟ مواقع. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. لقسم لو تعلمون. ومن يدرينا اننا بعدين سنرى لكل انسان في الكون يولد نجم مرتبط به نحسا وصعودا وحركة وافولا وانطماسا. كل واحد ولذلك يقول لك ايه فلان نجم سقط. مش كده كده؟ من يدري اننا لما نرتقي نجد كده والنجوم اللي انت بتشوفها كده تنزل كده وتع ده بقى من الاعلام اللي راحت انت بتسميها شهب. مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا كل حاجه في الكون لها ايه نظام. يبقى السماء تقول ايه؟ الشمس تقول ايه؟ بروج. والقمر منازل. والنجوم مواقع. دي كلها فيها اسرار الكون ونواميسه ونظامه الى اخره. قل هي مواقيت للناس والايه والحج. وبعد ذلك حينما تكلم عن الحج اراد ان يتكلم في حكم متعلق بالحج. هذا الحكم انهم كانوا الحمص دولي جماعه من العرب كانوا متشددين في دينهم وهم كانت قريش وكانت كنانة وكانت خسعم وكانت جشم وبنو صعصعة ابن عامر دول اسمهم الايه حمص متحمسين يعني متشددين ايه في دينهم. كان اذا حج الواحد منهم وكان محرم لا يدخل بيته من الباب لان ما دام مبدل في حالته كده والثياب حتى في دخول البيت يحاول ان ايه ان يغير الف عادته في بيته الخاص وهو اللباس وفي بيته العام وهو السكن ويجي من ايه من الخلف. قال لهم لا ما تشددوش كده ربنا ما شرعش الحكايه دي. فاراد انه يجيب ما دام جاب سيره الحج حب ينقي الحج من الايه من العمليه دي. فقال ايه وليس البر هنا تلاحظوا انها وليس البر انما هناك احنا تقدمت ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دي من ضمن الاشياء اللي المستشرقين ياخدوها يقول لك القران اهو فيه اهي ليس والبر ومره يقول البر ومره يقول الايه البر. يقول له اصلك غبي باللغه طبعا هنعمل لك ايه بقى مثلا لان كل مبتدا وخبر يصح انك تعمل على الخبر مبتدئ تقول ايه زيد المجتهد. زيد اذا كنت تعلم زيد وتجهل الصفه بتاعته فتجعل زيد مبتدا والمجتهد خبر. انما اذا كنت تعرف واحد مجتهد وعمال شايفه المجتهد ده اللي بيذاكر في الجامع ده اهو انا شايفه انما ما تعرفش هو مين تقول له المجتهد زيد. يبقى مره يكون الاسم معروف لك ولكن الوصف تريد ان تلحقه ومره الوصف يبقى معروف وانا عايز الاسم ده يبقى مين. فمره يقول ليس البر ومره يقول ليس الايه ليس البر عشان تعرفوا انها مش كلام بينقال بس كده. بأن تأتوا البيوت من ظهورها خلاص. ولكن البر من اتقى. ما تعملوش المسائل شكلية قوي في مسائل كده. احنا عايزين الايه ما هو البر؟ شيء حسن نافع. شيء حسن نافع. ولو ان الله ترك لنا تحديد البر لكان الحسن والنافع يختلف باختلاف عقولنا. أنت ترى ده حسن وأنا أراه قبيح وأنت تراه قبيح وأنا أراه حسن مش كده وده نافع وده مش نافع. فيقوم يقول لك اخلعوا إيدكم من مسألة البر دي أنا الذي أحدد الحسن النافع. لأن أنتوا هتختلفوا فيه لأن ما من واحد ينحرف إلى شيء إلا وهو يعتقد أنه هو ده الإيه اللي هو ده الحسن والنافع. فأنا عايز ترفعوا إيدكم من العملية دي وتاخدوا الحسن والنافع من مين؟ مننا. ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها ده بيدلنا كلمة وأتوا البيوت من أبوابها أن كل شيء كل غاية لها طريق يوصل إليها. فاذهب إلى الغاية من الطريق الذي إيه يوصل إيه يوصل إليها. ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تزال كلمة التقوى هي الشائعة في هذه السورة. كل حكم يجيب لي ايه التقوى. يبقى احنا قلنا التقوى يعني تتقي معضلات الحياة ومشاكلها بان تلتزم منهج الله. ساعة ترى منهج الله تبقى اتقيت المشاكل. ولذلك احنا قلنا ايه فان له معيشة ايه اللي هيسيب الماء يبقى له معيشة ايه. ما تفتكرش بس ان التقوى هتتقي النار.
لا اتقي المخاطر والمشاكل اللي تنشأ من مخالفتك لمنهج مين؟ منهج الله. واعلم جيدا ان كل مخالفة انت عملته لازم يجي مر عليك يوم تنعمل فيك المخالفة. مسألة مهش يعني لازم تنعمل فيك المخالفة، لازم تنعمل فيك الايه؟ المخالفة. فان كنت مش عايز تعمل مخالفات ما تعملش ابدا اي حاجه. ولذلك نسيت اقول لكم هناك في الاكل بالباطل ان من اكل بباطل جاع بحق. من اكل بباطل جاع بحق. افرض انه كل باطل وقعد يجمع مش عارف ايه، مش جاع بحق يعني هنتحكم فيه، لا هو نفسه يقول له اوعى تاكل ده احسن تعمل لك مش عارف ايه، يعني وتبقى النعمه اللي مجموعه قدامه كده اهو ولا يقدر ياكل منها، وبحق ولا مش بحق، يبقى قدامه كده هو وعمال وخدمه رعيانه اتباعه عمالين ينعموا كده في النعمه وهو ايه؟ نقول له انت اصلك لازم بقى خدت حاجه بايه؟ خدت حاجه بالباطل. فلازم ربنا تبقى قدامك كده ومالكه، لا لو لم تكن مالكها ما كانتش تبقى في نكايه، انما المهم ان تكون مالكها. يبقى من اكل بباطل يبقى يعمل ايه؟ يجوع بحق. خلاص. ومن استغل وسيله في باطل أراه الله قبحها بحق. أراه الله قبحها، اللي بفتوته وظلم الناس لازم يجي له يبقى يوم ضعيف، اللي وسطها زي المية وبتربص لازم يجي لها يوم وسطها يتيبس. اللي عمالة تدل كده بإن عينها جميلة وعمالة تطوح بها الناس لازم هتيجي في يوم تبقى تعمى به، اللي سنانها عمالة تبرق كده ولازم هيجي لها الله. يبقى كل واحد كل واحد افهموها جيدا، كل من اكل بباطل سيجوع بحق. واعمل لسته قدامك للي تعرفهم كده، وكل من استغل، وكل من استغل شيئا مما خلقه الله في إشاعة انحراف او جعله وسيلة باطل لازم ربنا يوريه فيه. وانا عايز الناس تعمل لسته كده لكل المنحرفين عن منهج الله، تعمل لهم كده كل واحد في حارة عارف ده بيأكل منين وده شغلته ايه وده شغلته بتعمل طاعة ولا معصية، ويأيدها كده ويقول لأولاده دي أصله كان كذا 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 وده كذا 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 كذا، وبعد ذلك يرى خواتيم هؤلاء. ولذلك احنا من حبنا لهؤلاء بنقول لهم الحقوا نفسكم، الحقوا نفسكم، ولن يخدع الله في انكم تجمعوا مال من حرام وبعدين قال تعملوا به صدقات، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. طيب ما يقبلش إلا الطيب. لك ده بيحج، ده بيعمل مش عارف إيه، نقول له لا 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 ربنا مش عايز الحكاية دي، ربنا مش عايزك تجد، ده بنا جامع من المش عارف إيه، نقول له يا أخويا ربنا ما إحنا بنشحتش على ربنا عشان نبني جوامع. أيوه خد أنت مطعم طيب ولا لكش دعوة بالحكاية دي خالص، مفهوم ولا لا؟ وبعد ذلك انتقل الحق إلى قضية أخرى، هذه القضية الأخرى هي تميز الأمة المحمدية بشيء أعطانا أن الله وثق في هذه الأمة وثوقا لم تزفر به أمة من قبل. هذه المسألة هو أنه أمن أمة محمد على أن تؤدب الخارجين على منهج الله. كان زمان السماء هي التي تؤدب، الرسول يشرح ويعمل ويقول حاجة وبعد ذلك إن خلفهم ربنا ينزل بقى صاعقة، ينزل عذاب، يجيب غرق، ومش مكلف الرسل اللهم إلا حين سأل بنو إسرائيل الله أن يقاتلوا، والقتال بتاعهم ما كانش علشان الدين نابع كده، لا ألم ترى إلى الذين إيه لا قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يبقى العلة في القتال إيه؟ حتى هذه برضو عملوها شغلان. يبقى لما سألوا القتال ما سألوش اللي رفعت ايه، لا ده برضو اخرجنا من ديارنا وايه وابنائنا. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي التي امنها الله على ان يبقى في ايدها الميزان، بس مش ميزان تسلط، مش ميزان تسلط، تسلط ميزان يحمي كرامة الانسان.
يعني ايه يحمي كرامة الانسان؟ يحمي كرامة الانسان في ان يصون له حرية اختياره بالعقل الذي خلقه الله. ما فيش واحد يضغط عليه. فشرع الله القتال في أمة محمد لا ليفرض به دينا، ولكن ليحمي اختيارك في أن تختار الدين الذي ترتضيه. يبقى هو ما بيكرهش على الدين، إنما هو بيمنع سدود الطغيان اللي تحول دونك ودون أن تكون حرا مختارا في أن تختار التدين. ولذلك الذين يحاولون أن يلصقوا بالإسلام السيف وانتشر بالسيف والعملية دي حججهم سقطة، حججهم واهية. بينما تيجي تستسيهم كده تلاقي السلام والإسلام بيفرض الجزية كأنه جاي عشان ياخد أموال. نقوله طيب احنا بيفرض جزية، جزية على مين؟ قال لك مش على اللي مش مؤمن. الله، طب ما دام فرض جزية يبقى أباح له إنه يبقى مش مؤمن ولا لا؟ يا سلام يا مولانا. طب اباح له ما يبقاش مؤمن؟ انت بتناخد نفسك ليه؟ انت لو كان يكره على الدين كان يبقى حد ناخد منه جزيه؟ لا، ما دام هناخد جزيه يبقى فاضل على ايه؟ على دينه. على يبقى انا ما اكرهتوش، انا حميت الاختيار، حميت القوه اللي بتسيطر عليه عشان ما يقعدش ينظر في دينه بس، وهو حر بعد ذلك في عين، بدليل انك انت بتقول بتعيب علينا، فاحنا هناخد منك عيب بتنتقدنا فيه عشان ندفع به عيب انت بتتهمنا به. يبقى انت اللي بتدافع عن الدين ولا لا؟ يبقى يا غبي انت اللي بتدافع عن الدين. يبقى ما دام بناخد جزيه يبقى في ناس ابقناها على ايه؟ على دينها. وما دام ابقناها على دينها يبقى ما فيش فيه اكراه، ما فيش. طب امال الحروب ليه؟ قام قال لك انا بكي للناس اللي مسكين اختيار الناس ويفرضوا عليهم عقائد ودين، وبنقول لا ايه، ارفع ايدك عن الناس وخلي الناس احرار في ان يختاروا الدين المناسب. وليه سابهم احرار عشان يختار الدين؟ لانه واثق انه ما دام على حريته في ان يختار لا يمكن ان يجد الا الحق واضحا في الاسلام. الله، مساله مش عايزه جدل. ولذلك شوف بقى الناس اللي تيجي في آية لا إكراها في الدين ما يفتنوش إلى التعليل، ليه لا إكراها في الدين؟ أم قال لك لا إكراها في الدين العلة واضحة، قد تبين الرشد من الغي. طب أنا حجري ليه؟ ده مسألة إيه؟ إذن واضحة، إذن بس أنا أمنع اللي بي إيه؟ اللي بيفرض، وهو الذي يكره على شيء. إحنا قلنا زمان أنك تستطيع أن تكره القالب، إنما ما تكرهش القالب. واحنا عايزين الدين بتاع ايه؟ قلب. دين قلوب، مش عايزين قالب. ولذلك القرآن يقول ايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، ان نشأ ننزل عليهم من الايه، من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق، انا ان كنت عايز اعناق ما حدش يقدر يخرج مني، حدش يقدر، اللي بعوزه يمرض يمرض، واللي بعوزه يموت يموت، ما حدش يقدر ابدا. انما دي مساله انا عايزها تبقى بالايه؟ بالقلوب. فلا اكراه في الدين، ليه؟ قد تبين الرشد من الغي. لانني قلت لكم قديما ان الذي يكره على مبدا شهاده منه على نفسه انه ما كانش يفرضه بالكرباج، هو يقول لي انا ما كنتش افرضه بالكرباج، هو حد عايز ابدا ده؟ يبقى هو نفسه مش مؤمن به. انما لو انه هو مؤمن بنفسه يقولك الله ده ماله، ده مبدا حلو، ده لو عرضته كده على الناس هي ايه؟ انما هو عارف ان الصوت انتخلى عن المبدا مش هيفضل الايه، مش هيفضل المبدا ابدا. يبقى لا اكراه في الدين قد تبان الايه. هنا القران بقى هيعالج القضيه دي عشان الايه. ولذلك انا قلت الذين يقولون هذا الكلام نرد عليهم، نقول له انت بتلوم الجزيه وبتلوم مش دي، ترد على ايه؟ على دي. شيء اخر، ندركه السبب في أن الله لم يأمر المؤمنين أول الأمر بالقتال علشان يبقوا مضطهدين، ولا يثبتش على الحق وعلى هذا الاضطهاد إلا مين؟ إلا القوي الإيمان. ولذلك قلنا إن القرآن لم يمن المسلمين بنصر الدنيا ولا بإن الأحياء تبقى لهم كذا، ولا في عز ما بياخد الشروط على الأنصار ويريد أن يهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هم يقول أنا أريد منكم كذا وكذا 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 وكذا، وتمنعوني مما تمنعون به إيه منه، نساءكم وأطفالكم. أم قالوا له طيب فماذا لنا إن نحن وفينا؟
لم يقل تنصروا مراتب أسادة الدنيا، قال لكم الجنة. انتهت المسألة. كل شيء في الدنيا لا يرتقي إلى درجة أن يكون جزاء الإيمان. الله يبقى لازم يكون جزاء الإيمان. إنما في الدنيا لا، جزائنا إيه؟ إن نحن وفينا الجنة. فكأن الحق سبحانه وتعالى لم يأمن البشر أتباع الرسل حتى إنهم إيه يحملوا السيف عشان يمنعوا الطغيان الذي يحجر على العقيدة. ولم يكن قتال إلا ما حدث إيه؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إيه؟ من بعد موسى إذ قالوا للنبي نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل، وقد أخرجنا من ديارنا وإيه؟ وأبنائنا. وجات القصة بقى وقعد يصفيهم مش كده؟ لكن أمة محمد أمنها الله. ليه؟ لأنه أمنها بما أمنها من بقاء دينها، لأن دينها ومنهجه مش هيجي له تغيير أبدا، لأن الله هو اللي حافظه. يبقى هم اللي إيه مأمونين على أنهم يأدبوا البشر، ورفعت يد السماء عن تأديب البشر الخارجين على مناهج الرسل. كان زمان أي رسول يحصل منه مشاكل السماء هي اللي إيه، ولذلك دي من ضمن من, من, من الأشياء التي كرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت إيه وأنت فيهم. بقى جاء في حكاية القتال، نقول إن القتال ده أمر تأخر شوية في الإسلام. قال لك كان من الضروري أن يتأخر أمر القتال. ليه؟ قال لك لأن حين يقول الله كفوا، فكفوا إيه؟ أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني التفتوا لمنهجكم وسيبوهم شوية، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن هذه الدعوة ستمزق البيوت الإسلامية، البيوت العربية. البيت الواحد هيبقى فيه كافر بالله ومؤمن بالله. فلو أن المسألة بقى جت كده قتال، كان صار في كل بيت معركة، كان صار في كل بيت معركة. شيء آخر أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان يعلم عند العرب خفة وطيش وسفه، ولأي حاجة كده يسمعوها يقوموا يعملوا هيصة، علشان ناب من الإبل قتلت، كليب شافها كده فضربها فأصاب درعها فماتت، قامت حرب 40 سنة عشان حاجة تفعل. الحرب اللي الشاعر بيقول فيها لو كنت من مازن، عمال بيعير قوم انهم ما نصروهش عن من ظلمه، لو كنت من مازن من قبيلة مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من زهل بن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن زلوسات لنا، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه له طاروا إليه زرافات إيه ووحدان. على طول كده. والتاني يقول إيه، لا يسألون أخاهم عند نائبة في النائبات على ما قال برهانة، ما يقولوش ليه، يقول تعالوا الحذر وما يقولوش ليه. إذن فعندهم حمية رعناء، حمية رعناء صحيح، لكن كمان عندهم نخوة. عندهم ايه؟ نخوة. ازاي؟ قال لك النخوة لما يشوفوا واحد انظلم قوي كده برضو يعني نفسهم تاخدهم النخوة تقول لا عيب. فزي ما عندهم حمية رعناء عندهم نخوة تهيجوا برضو للحق. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان يهيج فيهم النخوة حين يرى الضعاف من المسلمين مستضعفين، عزلهم في الشعب وجوعوهم ولا بيعوهم ولا نكحوهم، لحد ما حصل. وحصل ولا لا؟ ان جماعة الخمسة العظام اجتمعوا وقالوا كيف نرضى اننا نقعد ناكل ونشرب ونأتي نسائنا
وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون في الشعب، لا ياكلون ولا يشربون ولا يتبايعون ولا كل سؤال كل دي. وبعدين جم كفار ووقفوا من الموقف الايه العظيم وقالوا هاتوا الصحيفه اللي معمول فيها اننا نقاطع بنو هاشم وبنو المطلب ولازم نقطعها، واتفقوا فيها ولا لا؟ هشام بن عمرو مش كده، زهير بن اميه، ابو البحتري بن هشام، اسمه زمعه بن الايه زمعه بن الاسود، كل دول مطعم بن عدي اتفقوا قالوا ايه احنا نروح هناك وناخ ولازم نقطع صحيفه ولازم نعود. دي نخوه ولا مش نخوه؟ نخوه. وايه؟ فكما ان كانت في حميه فيه ايه؟ فيه نخوه. وايضا الحق سبحانه وتعالى يعلم ان نقل امه اعتادت اشياء مما اعتادت ما هوش امر سهل، مش امر سهل. فاخذوا برفق الهوى ده، برفق الهوى ده. وكان مثلا نيجي نقول وليه ما انتصروش وموتوا اللي مش عارف ده، من الناس اللي انت كنت عايزهم يموتوا في معارك الاسلام الاولى او اضطهدوا المسلمين، هم الذين نشروا رايه الاسلام. ليه انا ما استفدتش من خالد بن الوليد؟ ها؟ اذا احنا بنستبقيهم وهم خصوم للاسلام، لان الله قد اعد لهم دورا يخدمون به الاسلام. والذين اهاجوا الاسلام اولا هم دول اللي هيبقى عندهم حراره عشان يعملوا عمل يغفر الله له بهم ما سبق. ولذلك انا قلت لكم حكايه عكرمه بن ابي جهل لما يجي عند خالد بن الوليد كده في موقعة الموك ويحط راسه وهو مقتول على رجله، يقول له هذه مته ترضي عني رسول الله؟ كانه عارف ان رسول الله كان زعلان منه عشان كان ضد الاسلام. عمرو بن العاص ليه ده ما يجيش ما يعرضنا الاسلام؟ اذا من رحمه الله ان ربنا ما شرعش القتال اول، والا كنا جزينا هؤلاء اللي احنا هنعوز لهم ايه. ولذلك عمرو بن الاهل لما جه في مسألة الحديبية وبعدين قال لعمر، قال لرسول الله يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي السنان بتاعته اللي قدام دي، لأنه بيتكلم كلام يعني. قال له مهلا يا عمر لعله يقف موقفا يرضيك عنه. وبعدين لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أهل مكة أن يرتدوا قال لي على رسلكم يا قوم، ووقف موقفا رضى عنه عمر ولا ما رضاش؟ يبقى كل واحد استبقاه الإسلام وهو خصم وعدو للإسلام، لأن الله قدر له دورا يخدم به الإسلام. فيبقى المسألة ما تجيش كده من أول الأمر كده نقعد لا 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 أبدا. ويا كريم ابن أبي جه النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يوم يلاقي مثلا قصر في الجنة، يوم يقول أنا شفت هذا قصر في الجنة، وبعدين بسأل عليه بتاع من دي؟ قالوا بتاع أبو جهل. هلا طب ابو جهل ازاي هيبقى له قصر في الجنه؟ وبعد ذلك فوجئ بان عكرمه ابن ابي جهل اسلم. دول موضوعين لدور. ولذلك يقول لك ناس تقول ده ما اتقتلش وده ما اتقتلش، هم اقتصرهم على انهم قتلوا ائمه الكفر، انما الناس اللي هيجي لهم دور، وشوف بقى دور سيدنا خالد ودور كل دول عملوا لهم مجد في الاسلام ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد، يبقى تاخير القتال كان لمعنى، المعنى ان الله اراد ان يمحص، وانه لا يدخل هذا الدين الا من يتحمل متاعب هذا الدين، لانه سيكون مامونا على مجد امه، سيكون مامونا على منهج سماء. يبقى مش اي واحد كده يجي، ولو ان بمجرد ما تيجي المسائل كده هو ربنا ينصر على طول كان من الممكن ان ينصر، لا يحملها اللي يستاهلها ولا ما يستاهلهاش، لا ما يحملهاش الا اللي ايه الا اللي ايه الا اللي يستاهلها. لذلك بقى كانت مسألة القتال دي جايه بالايه؟ بالتدريج. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه اول مرحلة. قاتلوا في سبيل الله الذين ايه يقاتلونكم. اولا طبعا سبب نزول هذه الآية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته الى البيت الحرام وارادوا ان يعتمروا، فجم في القعدة سنة السبعة وحبوا يعملوا عمرة، فلما ذهبوا وكانوا في مكان اسمه الحديبية قوم القريش وقالوا لا يمكن أبدا يدخل مكة محمد وأصحابه، وقامت المفاوضات، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذا العام على أن يأتي في العام القابل،
وتخلى مكة له 3 أيام. وتخلى مكة له 3 أيام برضو في القعدة في نفس. طبعا احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بشر اصحابه بانهم سيدخلون ومحلقين ومقصرين، وشاع ذلك الخبر. فشوف فرحة الناس بقى، كانوا محرومين من انهم يذهبوا الى الكعبة وعايزين يروحوا، بعد ذلك يجوا كده على طرف على 20 كيلو ما يجدوا فيه. وتقوم المفاوضات ويرضى رسول الله بايه. طبعا الصحابة منهم زعلوا كتير، حتى عمر، لدرجة ان عمر يعني قال له: ألست رسول الله؟ ألست على حق؟ ألست حمية؟ فسيدنا ابو بكر يقول له: إلزم غرزك يا عمر، إنه رسول الله. أنت يا أخويا رغم إنك أنت فطرتك سليمة ما بقيتش رسول. كلام. وقلت لكم زمان أن موقف ستنا أم سلمة موقف الحنان، موقف الرحمة، موقف المشورة اللينة الهينة، حينما دخل عليها رسول الله وقال لها: هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يمتثلوا. فانظر أهي دي بقى مهمة الزوجة، أهي سكن عشان كده. قالت له: أعذرهم يا رسول الله، إنهم مكروبون، كانت نفوسهم مشتاقة على أنهم يدخلوا، وانت قلت لهم سيكونون الكعبة ومحلقين ومقصرين، وبعدين يحرموا منها كده وهم على بعد خطوات منها. اعذر يا رسول الله، اعمد إلى ما أمرك الله فافعل ولا تكلم أحدا، فإن رأوك فعلت علموا أن ذلك عزيمة. وفعلا خرج رسول الله وصنع ما أمره به الله، الكل عمل إيه؟ عمل. وبعدين وهم قبل ما يروحوا المدينة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا الموقف. ليه؟ لأن دي عملية شقة، لما عمر كده يقف أمام الرسول وبتاعه بعدين يعني، فما أطلش عليه وجاب لهم العلة، جاب لهم العلة، العلة كده بالفلاحي، قال لهم: أنت زعلانين اللي رجعتوا من غير ما تموت، أنتم لكم إخوان مؤمنون في مكة ومخفين إيمانهم ومندسون بين الكفار، فلو أنكم دخلتم وقاتلوكم ستقاتلون الجميع وأنتم لا تعرفونهم فتقتلون إخوانا لكم. فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنين متميزين في حتة كده، أنا كنت قلت لكم: موتوهم واقتلوهم واعملوا اللي على كيفكم. اقرأ قول الله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا يعني لو تميزوا كده لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فعرفوا إن الامتناع جه عن إيه؟ عن علة. وعن إيه؟ عن حكم. فلما جاءوا في العام القابل في القعدة برضه ربنا هيقول لهم: الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني هم عملوا فيكم الأول في الشهر الحرام كده، هتيجوا في الشهر الحرام ده، والحرمات وقصاص في القعدة، هتيجوا في القعدة. كلام على الأول، خافوا إن جاءوا إن قريش تنقص العهد وتقتلهم. قال لهم: لا، وتحتجوا بأنهم في الشهر الحرام وفي المكان الحرام، يبقوا حاجتين اتنين، شهر حرام ومكان ايه، يبقوا اتنين، زمان وايه، وينتهزوا بقى اننا مش هنعمل حاجة دي، ويقوموا ايه على اننا قال: لا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولكن لا تعتدوا. اول عملية في الايه، في القتال، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. شوف كلمة بقى: وقاتلوا في سبيل الله. كان من الممكن يقولوا: وقاتلوا قريش، قاتلوا الكفار، إنما أكد على كلمة في سبيل الله. ليه؟ يريد أن يضع حدا لجبروت البشر. لا بد أن يكون القتال في نيتك أنه سبيل الله،
إياك أن يكون القتال عندك نية استعلاء ولا جبروت ولا طغيان. اوعى تقاتل عشان الارض، اوعى تقاتل عشان الجاه، اوعى تقاتل عشان المال، اوعى تقاتل عشان تضمن لك سوق اقتصادي، اوعى تقاتل عشان تعمل يبقى القتال لايه؟ لدين الله. هذا الغرض من الايه؟ من القتال. وقاتلوا في ايه؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. من هم حين ينهى الله عن الاعتداء؟ اعتداء عن ماذا؟ عن ايه؟ يعني لا تقاتل من لم يقاتلك. وهب أن قريشا هي التي قاتلتك، ولكن أناسا كالنساء والصبيان والعجز ما قتلكوش، مع أنهم منين؟ ممن قاتل. برضو ما تعتديش على قد الإيه، لأن أنت دلوقتي احنا عايزين نخرجك إلى إيه؟ إلى القتال في سبيل الله، بس الأول ما تقتلش إلا اللي إيه؟ اللي يقاتلك، وما إيه؟ ما تعتديش. ولا تعتدوا إن الله لا يحب الإيه؟ المعتدين. واقتلوهم حيث سقفتموهم واخرجوهم. اياكم ان تقولوا ده الكعبه ده لا خلاص ما دام هم اللي قتلوا. واقتلوهم حيث ايه؟ سقفتموهم. سقف زي علم كده، سقف سقفت الشيء اسقفه، يعني ايه؟ وجدته. سقفت الشيء اسقفه يعني ايه؟ وجدته. يبقى حيث سقفتموه حيث ايه؟ وجدتموه. ده كلام عالم. احنا بنسمع كده كلمة ثقافة مش كده، وكلمة ثقاف مش كده. الثقافة دي هي يعني يسر التعلم، او ان تلم بطرف من الاشياء المتعددة. يبقى فلان مثقف يعني ايه؟ يعني معلومات، اعرف كل، اعرف بعض الشيء عن كل شيء، وبعدين تخصص بقى واعرف كل شيء عن شيء واحد. يبقى عندنا مرحلة ايه؟ ثقافة يعني ايه؟ اعرف بعض الشيء عن كل شيء، وبعدين خصص واعرف كل شيء عن شيء ايه؟ عن شيء ايه؟ عن شيء واحد. دي مأخوذة من ايه؟ مأخوذة كان زمان كل المعاني دي مأخوذة من المحسات، الامور المحسة. اهو التسقيف تقويم الغصن. الأغصان دي بتاعت الشركة كانوا ياخدوها عشان يعملوها رماح وعصي، لكن الغصن مرار يبقى أعوج كده، مرة فيه نتوق الفرع، مرة فيه نتوق الورقة، مش عدل. يقوم يجي يعمل ايه؟ يسقفه الزوايد من هنا ومن هنا، وبعدين يجيب حديدة معكوفة. انت ما شفتش اللي بيعمل حديد المسلح مش معاه بتاعه كده زي الخطاف، ويمسك العود الحديد ويروح عامله كده عشان المعوج ايه؟ يعدله، والعدل يعوجه. هو بيعوجه عشان يصلح لمهمته، ولذلك يسموها حديدة السقاف. السقاف يعني التقويم. يوم يجي للرمح الاعوج ويمسكه بالبتاع دي الحديدة ويمسكه اعوج اهو، يروح ماسكه يعدله. أكن المثقف ده انعدل في الكون، عرف دي وعرف دي وعرف دي، وتقوم تقويم الايه؟ تقويم. يبقى اتخذت المعاني من مين؟ من المحسات اللي ايه؟ اللي قدامنا. سقفتموهم يعني ايه؟ وجدتموهم. فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم، يعني تجدهم، ما تجد، مفهوم؟ واقتلوهم حيث ايه؟ سقفتموهم. وما تقولوش ده أخرجوكم من هنا، اخرجوهم من حيث اخرجوا، مش كده ولا لا؟ ما يبقى ما اعتدناش، يبقى عملنا زي ايه؟ زي من عمل فين. لكن لما يعمل الواحد عاقبوا بمثل ايه؟ وجزاء سيئة ايه؟ من اعتدى عليكم. طب بالله عايزين نبحث كده النص كده، وجزاء سيئة مثلها، بقى انا بعمل سيئة؟ لا. طب ده عمل فيه يعني السيئة وانا برد عليها تبقى سيئة يا ربي. طيب، طب ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هو انا عوقبت؟ ده انا بدئت بالأذية، ده اللي عوقب ده كان عمل ذنب وبعدين بيعاقبوه عليه. وانت بتقول لي ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. طب هو اذا كنت عوقبت من بقى ما عملت ايه؟ بقى عملت ذنب. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يأتي في بعض الأحايين بلفظ اسمه المشاكلة، لما يقع اللفظ كده يجيب المقابل زي ومكروا ومكر. هو ربنا بيمكر
انما دي علشان الايه، ما تفتكروش ان انتوا اللي بتمكروا، لان المكر وتبييت الاشياء عشان تداريها عن عدوك، ان كانت عايزه المداريه يبقى ربنا هو اللي يقدر على العمليه دي، اما انتوا فمكشوفين عند ربنا، يبقى ان كان مكر يبقى مكر حق عند مين؟ يبقى هناك مش عندكم انتم. وان شاء الله الى لقاء اخر.